ربنا يكرمكم على مجهودكم بجد اللي احنا بنشوفه على طول معانا يوميا في البرنامج في التقارير. ربنا يكرمك. يعني هو انا النهارده بس كنت بفكر في حاجه كده دايما بسمعها من المتبرعين، ان هو قلبي مش مطمن. يعني هو بمجرد ما اجي اتصل بيه اعرض له اصلا موضوع ان في مؤسسه خيريه وان احنا مؤسسه وبنعمل خير، فيبدا يبقى في قلق، هو قلقان، هو مش مطمن. ليه ده؟ لان هو السوشيال ميديا وبدات تصدر مشاكل كتير جدا بتحصل في بعض المؤسسات، منها بقى النصب، منها ان هو ممكن يعني ممكن بالبلدي هو بيبيع الهوا معاه. طيب احنا بقى حلينا الموضوع ده ازاي وحاولنا نحله ده ازاي في المؤسسه عندنا؟ فكره ان انا اخد المتبرع واطمنه على التبرع بتاعه ايا كان هو ايه. يعني بيجي لي اوقات ناس يتكلموني على موضوع الابار، احنا النهارده عايزين نطمن البير بتاعنا بيتحفر في مكانه ولا لا، هل الناس فعلا تستحق ولا لا، كلام كتير جدا بيقوله لنا. فاحنا بنبدا ناخده او ناخد معاه واحده واحده. طيب احنا عايزين نعرف الاسره نفسها مستحقه ولا لا، تعال نوريك في المقر معانا، تعال نوريك الورق اللي هو طالع من المحافظه وطالع من الشؤون بيقول ان الاسره دي فعلا تستحق. طيب هل الارض اللي انتوا بتحفروا فيها البير مش هيجي ليها قرار ازاله او تيجي تعديات فيقول لك انت ازاي عملت البير ده هنا فانا ههده لك؟ لا، تعال اوريك الموافقه من المحافظه ان انا اشتغلت في المكان ده والمحافظه عارفه وهي موافقه على الاحداثيات اللي انا اشتغلت فيها البير، فيبقى انا طمنته من الجهه الاداريه او الورقيه ان هو فعلا البير بيتعمل في مكانه. طيب انا مسافر بره مصر ونفسي اتبرع ببير، بس نفسي اشوف البير ده بيتحفر وهو شغال، وكان نفسي احضر معاكم جدا واخد الثواب ده. طب ما احنا على الواتساب ببدا مع حضرتك، اول ما بحفر بقول لك انا هحفر اهو وادي صوره للحفر، وابدا اتابع معاك خطوه بخطوه لحد ما بنوصل للرخامه اللي هو بيختارها ان انا اعلقها على البير، فانا كده طمنت قلبه وهو مش معايا. طيب لو في متبرع موجود ونفسه يشارك بعمل معاه حاجتين، بقول له حضرتك عندك الحريه ان انا اخدك من قبل ما ابدا اصلا في البير، اوريك المكان قبل ما يتبدأ خالص حفر، وتقعد مع الاسره وتتكلم مع الناس وتشوف المكان، تشوف لو هنعمل قدام مسجد المسجد ده بيصلي فيه قد ايه ونقف نصلي مع بعض فيه، فقلبه اطمن لما يجي يطلع التبرع للمؤسسه هو اطمن المكان اللي هو فعلا يستحق ان انا اعمل فيه التبرع. وبعد كده بقول له لازم بعد ما اخلص تيجي معايا وتشوف البير بنفسك. اول حاجه انا لما بخلص ببعت له اللوكيشن للمكان وصور وفيديو. اول ما بيركب معايا العربيه بقول له شغل اللوكيشن بتاع حضرتك عشان لما نروح للبير تتاكد ان انا ما بعتلكش لوكيشن مختلف او كنت بضحك على حضرتك، لا نمشي مع بعض على اللوكيشن، انا عارف المكان بس انت برضو خلي اللوكيشن معاك عشان تطمن. حصلت معانا من شهر بالظبط، كنا في مطروح بنتابع الابار، اتصل بينا متبرع انا عايز اطمن على البير بتاعي يا فندم، شوف الوقت اللي انت عايزه وتيجي معانا. قال لك لا انا في مطروح دلوقتي وعايز اروح دلوقتي حالا للبير. فجاه بالظبط. زيارة مفاجأة. فقلنا له مفيش مشكلة، حضرتك موجود فين؟ هنبعت لك عربية تاخدك ونروح على البير. خدنا فعلا وبعتنا له عربية وخدناه لمكان البير، شاف البير وتصور، وهو راجع قال لي أنا كنت ماشي وراكو مشغل اللوكيشن عشان أتأكد إن أنت بعتولي صح. ففكرة إن أنا أجي لك مفاجأة وإن أنت توريني الحاجة بالطلبات اللي أنا طلبتها بالشكل ده، فأنت ريحت قلبي. ومن بعديها ما شاء الله كم من الناس اللي هو جابهم لنا يتبرعوا بالآبار، يعني ربنا يجازيه خير، اللي هو الدال على الخير كفاعله. فده بيوري الناس ان احنا فين عندنا الشفافيه والمصداقيه، هي ده سماتنا في المؤسسه عندنا، ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ولا خايفين انك تيجي في اي وقت. وانا دايما بقول للمتبرع، لان انا المسؤول عن تنفيذ الابار بشكل مباشر في المؤسسه، انا ببعت لك اللوكيشن عشان ما تكلمنيش وتقول لي انا عايز اروح اشوف البير، لا حضرتك انزل من غير ما تقول لي شوف البير واتكلم مع الناس واطمن على بيرك، بعد كده كلمني قول لي تعالى بقى وريني البير بتاعك فين، بس عشان يبقى انت قلبك مطمن ان البير بالفعل اتعمل. فهو ده اللي احنا في المؤسسه بنحاول نشتغل عليه الفتره اللي فاتت يعني.